أشرقت شمسة بروحي أعزائنا المشاهدين، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أشراقة الكويت. أنا ليلى الشمري من الكويت وزوجي عادل الشمري من الكويت أيضا. يا هلا فيك عادل. يا هلا فيك في المشاهدين. في هذا البرنامج راح نكون على تواصل معكم، والبرنامج ضمن صلاة نطلب فيها بركة الرب لنا جميعا، فيديو قصير نتأمل فيه، وآية من الكتاب المقدس، وتأمل قصير بما يخص موضوع اليوم، وصلاة لديرتنا الحبيبة الكويت وترنيمة، وطبعا الرد على الإيميلات والتعليقات على برنامجنا. واليوم نبي نتكلم عن الماء. عندنا فيديو قصير راح نشوفه مع بعض، بس قبل ما نشوف الفيديو نطلب بركة من الله حتى يبارك هذه الحلقة. عادل ممكن تصلي لنا؟ أمين. نشكرك يا لنا الصالح، نباركك يا رب، نشكرك يا رب من أجل هذا اليوم، نشكرك من أجل هذه الحلقة يا رب. يا رب نضع هذه الحلقة بين يديك لتكن مشيتك وإرادتك يا رب. يا رب أيضا تكلم من خلال هذه الحلقة لكل واحد محتاج يسمع يا لنا الصالح. يا رب بركتك وسلطان من عندك باسم الرب يسوع، أصلي ولك كل كرامة ومجد. أمين. وعلى عاتق الشبان تقع مسؤولية إحضار المياه من مواردها، حيث يأخذون الإبل لتوريدها كي تشرب، ومن ثم يملؤون قربهم للتزود بالماء الذي يكفيهم مدة السفر، فقد يسافرون لعدة أيام ولا توجد أي آبار في طريقهم. الفيديو يتكلم عن البدو قبل إذا صار جفاف في أرضهم كانوا يبحثون عن أرض جديدة اللي فيها ماء علشان حلالهم، وكان شخص واحد يروح إذا عثر على هذه الأرض يرد ويبلغ الباقين أن لقى أرض فيها خير وماء. بس أنا بعد ما شفنا الفيديو حاب نقرأ من بعض الآيات الموجودة في إنجيل اللي يسمونه إنجيل يوحنا من الإصحاح الرابع. خلونا نسمع مع بعض. ترك اليهودية وراح حق الجليل، وكان لازم يمر بالسامرة، فيا مدينة من السامرة يقول لها سخار، قرب الديرة اللي عطاها يعقوب حق ولده يوسف، وكان فيها بئر يعقوب. ويوم يسوع تعب من السفر جلس على البئر، وكانت الساعة السادسة تقريبا، فيت مرة من السامرة عشان تاخذ ماي، فقال لها يسوع أعطني عشان أشرب، لأن التلاميذ راحوا حق المدينة عشان يشترون طعام. فردت عليه السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا مرة سامرية، لأن اليهود ما يتعاملون مع السامريين. رد عليها يسوع لو تدرين عطية الله من أهو اللي يقولك أعطيني عشان أشرب، كان أنت اللي طلبتي منه عشان يعطيك ماي حي. قالت له المرأة يا سيد ما عندك دلو والبئر عميقة، فمن وين لك الماء الحي؟ أنت أعظم من أبونا يعقوب اللي أعطانا البئر وشرب منها هو وعياله ومواشيه. رد عليها يسوع كل اللي يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، لكن اللي يشرب من الماء اللي أنا أعطيه ما رح يعطش إلى الأبد،
بل الماي اللي أنا أعطيه يصير فيه نبع ماي حي وينبع للحياة الأبدية. ردت المرأة: يا سيد، أعطني من هذا الماي علشان ما أعطش ولا أي هني عشان أستقي. رد عليها يسوع: روح نادي زوجك وتعالي هني. ردت المرأة: ما عندي زوج. رد عليها يسوع: قلت الصج، ما عندي زوج، لأن كان لك 5 أزواج واللي معاك الحين مو زوجك، قلت الصج. قالت لها المرأة: يا سيد، أشوفك نبي، أبان أسجده في هذا الجبل، وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضوع اللي ينبغي أن يسجد فيه. رد يسوع: يا امرأة، صدقيني أن راح تأتي ساعة مو في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون اللي ما تعلمون، أما نحن فراح نسجد حق اللي نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن راح تيجي ساعة، وهي الحين، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون حق الآب في الروح والحق، لأن الآب طالب مثل ذيلة الساجدين له. الله روح، واللي يسجدون له في الروح والحق لازم يسجدون. قالت للمرأة: أنا أدري أن مسيا اللي يقال له المسيح راح يجي، فمتى يا راح يخبرنا بكل شيء؟ رد عليه يسوع: أنا اللي أكلمك أهو. في ذلك الوقت يو تلاميذه، وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع مرة، ولكن ما سأل أحد اشتبي أو ليش تكلم معها. فتركت المرة جرتها وراحت حق المدينة وقالت حق الناس: تعالوا طالعوا، إنسان قال لي كل ما فعلت، يمكن هذا هو المسيح. فطلعوا من المدينة ويو حقه. مثل ما شفنا أن المسيح تبارك اسمه غير حياة هذه المرأة وعطاها درس عن ما هو الماء الحي. في هذه القصة شفنا أن المسيح اللي هو يهودي ونبي ورجل بار ومقدس يتجه إلى ديرة ساكن فيها ناس لا يتعاملون ولا يتخلطون مع اليهود ولا اليهود يتخلطون وياهم. رغم أن المسيح كان على علم أنها إنسانة خاطئة، ولكن حب الله حق الإنسان لا ينظر إلى الخلفية، لأن الله يحب البشر مهما كانوا. الكتاب المقدس يقول أن الله تشرق شمسه على الشرير وعلى البار. ونلاحظ بعد أن المسيح يتقدم قلب طيب حق هذه المرأة ويكلمها باحترام مو بإدانة، لأن الله لا يدين الإنسان بل يخلص الإنسان. الكتاب يقول أن كان لازم يمر من ديرة السامريين، أي إن كان قاصد يروح علشان يلتقي فيها. وهذا هو الحب العظيم، الله يبحث عن الخطأ. المسيح مشى مسافة طويلة في الحر، وكان هو والتلاميذ يعانين، لكن راح حق المرأة اللي محتاجة حق الخلاص. في قصتنا نلاحظ أن المسيح بدأ يعلمها درس وخلاها هي اللي تطلب، مو هو اللي يرغمها على الخلاص. لكن الإنسان مخير مو مسير. قبول المسيح كمخلص هي إرادة شخصية، لكن المسيح هني شرح لها من هو في الحقيقة وقال لها 3 حقائق مهمة. أولا أعلن لها أن نبي وأعظم من نبي، لأن قال لها قصتها اللي ما يدري فيها إلا الله. ثانيا عرفها أن الحياة حسب إرادة الله هي حياة القداسة واللي شبهها في الماء الحي. ثالثا أنه هو معطي هذا الماء وأنه هو مصدر الحياة، يعني أنه هو الله ظاهر في الجسد. هذه المرة فهمت منه أنه هو المسيح واعترفت بخطاياها في الحال، افتحت قلبها حق المسيح وتغيرت حياتها بالكامل. وفي الحال لما حياتها تغيرت تركت كل شيء وراحت تخبر بما فعل بها الله. اللي يلاقي المسيح ما يقدر يخبي، لأن اللي يلاقي أثمن شيء في الوجود يحب يشارك فيه الآخرين، يوري الناس طريق حق المسيح. إحنا أيضا لقينا الماء الحي، ونبي أن تكون معانا، وننصحك أن تقرأ الإنجيل وتصلي أن الله يفتح قلبك علشان تلاقي الماء الحي هذا. وإذا حبيت أن تصلي خليني أقترح عليك هذه الصلاة. هل أنت مستعد أن تسمع وتصلي معاي؟ خلينا نصلي.
أشكرك لانا صالح، أباركك ومجد اسمك. نعم يا رب، أنا إنسان خاطئ، أنا محتاج وجودك في حياتي. يا رب اغفر لي خطاياي، خليني أكون ابن لك يا إلهنا الصالح. يا رب أطلب قوة وسلطان من عندك بأنك توريني الماء الحي، خليني أتمتع وارتوي من الماء الحي. باسم الرب يسوع أصلي، ولك كل كرامة ومجد، آمين. خلينا أعزائنا نستأنس مع بعض بترنيمة مع الكلمات وإلحان الأخ المبارك ناصر موسى. وما تنسوا إن كان عندكم تساؤلات أو اقتراحات تكتبونا على الإيميل أو تعليق على الفيسبوك، وراح نوعدكم أننا نرد على كل واحد منكم. الرب معاكم ويبارككم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله. مثل
بحبك وبيك أنا اكتدي زدني سعي إلي نراك يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي كل غاية منيتي أعيش برضاك خلني معاك خلني معاك السجود ربي يسوع أنت الملك لك السجود روحك يسود روحك يسود روحك يسود ويمتلك روحك يسود كما في سماك يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي وكل غاية منيتي عيش برضاك خلني معاك خلني معاك خلني معاك خلني معاك اقبلني بك تحت خلني معاك أتبع خطاك أتبع خطاك وما أبي غيرك أحب أتبع خطاك أنت الطريق وأنت لي الحق الحق والحياة أوفى صديق باب قلبي ذاك وما له مصلحة خلني معاك